ايضا المحور الثالث اللي بنتحرك فيه في الاصلاح هو الحمايه الاجتماعيه، واحنا في مجهود كبير وزملائي هيوضحوا ايه اللي احنا عملناه وبنعمله في هذا المجال. ونهايه هي المشروعات القوميه اللي بنقوم بيها في الوقت الحالي واللي وفرت فرص عمل قد تتراوح ما بين 3 الى 4 مليون فرصه عمل في الفتره الاخيره، الى جانب انها ادت الى تشغيل العديد من المصانع اللي بتحتاجها انتاجها المشروعات القوميه في الوقت الحالي. المشروعات القوميه طبعا احنا بنتكلم على في مجال الكهرباء، بنتكلم في صناعه البترول، بنتكلم في الطرق، بنتكلم في الاسكان، بنتكلم في مياه الشرب، بنتكلم في الصرف، بنتكلم في الصرف الزراعي، في كل المجالات احنا بنتحرك. مشروع 1.5 مليون فدان اللي بدا طرح الاراضي بالنسبه له، كل دي مشروعات قوميه احنا بنتحرك فيها. تطوير الموانئ، المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، كل دي مشروعات بنتحرك فيها بشكل